اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه حديثي، النهارده حلقه خاصه جدا، ومعايا هيكون معايا مهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس اداره نادي سموحه. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله على السلامه، ونشكرك جدا لتواجد حضرتك. لا العفو، ده انا ليا الشرف. انا اللي بشكر حضرتك وسعيد ان انا اكون موجود في قناه. لا يا فندم، الشرف لينا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. خلينا نبدا معاك من البدايه، حاله عشق ما بين المهندس فرج عامر ونادي سموحه بدات منذ سنوات كثيره جدا. ممكن تشرح لنا البدايه، كيف كانت البدايه دخول نادي سموحه والتواجد في الرئاسه لفترات طويله وتغيير النادي بهذا الشكل؟ والله هو بدايه انا ما كانش في دماغي خالص حكايه ان انا اكون رئيس نادي سموحه. انا كنت رئيس نادي جياد، وقبل منه كنت او يعني في زمن معاه كنت رئيس الهيئه العليا لسباق الخيل. وحصل تقدم كبير قوي في الهيئه العليا لسباق الخيل، وتحولت ان هي من مجرد مراهنات الى رياضه. وقدرت طبعا انا اعمل فيها نجاحات كبيره جدا، اهمها دعوه الشيخ محمد بن راشد المكتوم ان يجي مصر ويعمل سباقات قدره، وحققت نجاح كبير جدا وعملت سمعه هائله. وبعد كده كنت ماسك نادي الجياد، والنادي ده عمل طفرات كبيره قوي قوي قوي، بحيث انه وصل الى مستوى عالي جدا. ايوه. ففي يوم من الايام انا كنت بلعب تنس في سنه 97 في نادي سبورتنج، لقيت جالي تليفون، وبعدين واحد بيقول لي انت بتعمل ايه يا محمد؟ قلت له انا بلعب تنس. طيب تقدر تيجي مصر امتى؟ قلت له تحت امر سيادتك. مين يا فندم؟ قال لي انا طلعت. اهلا وسهلا وكده. طلعت مين؟ قال لي انا طلعت حماد. عارفني ولا مش؟ قلت له اهلا وسهلا يا سياده الوزير. قال لي انت ممكن تيجي امتى؟ قلت له انا تحت امرك. قال لي طب انا عايزك بكره. فروحت بكره، تاني يوم قابلت سياده الوزير طلعت حماد، كان امين عام مجلس الوزراء وكان مسؤول عن الشباب والرياضه في ذلك الوقت. وكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء هو رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. فاتفاجئت ان هو بيقول لي انت عملت حاجه جامده جدا في نادي الجياد، ونادي سموحه طبعا في عصره شديده جدا، والنادي طبعا مستواه ب 97 ب 97 انحدر انحدار كبير قوي، فاحنا بنرشحك ان انت تيجي تمسك لجنه مؤقته لاداره نادي سموحه، وبعد كده انت ممكن تدخل الانتخابات والى اخره. وخدني رحت قابلت سياده رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، وطبعا اتفاجئت ان هو بيقول لي انت عملت شغل كويس قوي، واحنا شفنا هذا العمل وعارفين ان انت يعني كده، واحنا عارفين ان انت عندك القدره على انك انت تطور النادي ده مع المجموعه اللي هتشكل في هذا الوقت. ورحت رئيس نادي سموحه مع خمسه طبعا الدكتور جلال عبد الجليل والمستشار زهير بسيوني، دكتور عصام حلمي، والاستاذ عمر الكعكي. ورحت في بس جالي بقى الاستاذ جلال عبد الجليل، طلع قرار. انا اتفاجئت طبعا، القرار طلع بسرعه جدا، كنت ما زلت رئيس نادي الجياد. نادي الجياد ده اللي ما يعرفش ده لازق في نادي سموحه، يعني نادي هو تقريبا الصوره تحس ان هو واحد بالظبط بالظبط اللي مش اسكندرانيه بالظبط بالظبط، بس نادي صغير يعني بالنسبه لنا. صغير طبعا، بس صغير مساحه يعني مساحه طبعا. لا طبعا المهم، فرحت نادي سموحه وكانت حالته مترديه بشكل كبير قوي. كان النادي بقى ده صعب جدا، 28 يوم راح رافعين عليا قضيه مشيت. دي البدايه. كانوا شاطرين جدا في القضايا، شاطرين قوي قوي قوي. 28 كل حاجه شاطرين جدا. تعرفش بقى تعمل ندوه، تعرفش تدخل تصلي في الجامع. سوري انا اسف، انا هقول الحقيقه يعني. تطلع ما تلاقيش جزمتك، تعمل ندوه يروحوا قاطعين عليك الكهرباء. اول يوم انا قعدت على كرسي، قمت كان في قطه والده كان كلها براغيث، والله ده الحقيقه. لا انا بكلم سيادتك بجد، ما كنتش تقدر تدخل التواليت ولا دوت، كان حاله مترديه جدا. هو نادي عظيم ونادي عملاق، وكان النادي ده اكبر نادي في العالم. سنه 1959 يعني انيس منصور الله يرحمه كتب مقاله في الاهرام، قال ان نادي سموحه ده اكبر نادي في العالم، لكن اكبر نادي بيتعرض للاهمال. يعني فمشيت طبعا، لان طبعا كانش يجوز الجمع بين رئاسه نادي الجياد وانك تكون رئيس لجنه في الاسماء. نعم. بس انا انبسطت قوي من النادي، اعجبت بيه جدا. دخلت الانتخابات بقى في ايه؟ في يناير، في فبراير. بس انبسطت اللي انت شفت الحاجات لقيت فيه امكانيات جباره. بس مش فلوس خالص.
نهائي نهائيا. ولقيت بقى النادي بقى ثلاث لجان حج وعمره مش عارف لجنتين ايه كل واحد بقى واخد له حته كده في النادي ويعني بيعمل فيها اللي هو عايز يعمله. نادي صعب قوي 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 قوي. احنا واحنا بنتكلم مع حضرتك هنبقى يعني نعرض بعض اللقطات الجديده دي طبعا مش طبعًا كله كله. فالمهم كان نادي صعب جدا لكن عنده امكانيات جباره. فالمهم نزلت بقى دخلت الانتخابات في 98 اوكي والحمد لله اكتسحت هذه الانتخابات أوكي. وكان معايا يعني رسم كده كامل لكل حاجه انا متصور انها تتعمل في نادي سموحه اوكي. وكانوا الاعضاء يعني بيضحكوا لان طبعا كانوا واثقين 100% ان الكلام ده مش هيتحقق لكن هم كانوا عايزين يعني كانوا مش مبسوطين من الوضع الموجود فيه. ايوه كان وضع متردي جدا 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 اقل من مركز الشباب في مستوى ثالث. وجيت بقى سنه 98 وبدات رحله طويله جدا 98 حتى الان الحمد لله يعني بس كانت كلها عمل عمل ضخم جدا. اي حاجه يقع عينك عليها في نادي سموحه اي حاجه السور الرصيف الخارجي انا بنيها انا وزمايلي انا ومجلس اداره حضرتك يعني رئيس مجلس اداره وممثل لمجلس الاداره يا اما اعدنا تجديدها بالكامل. المبنى ده اعيد تجديده بالكامل مصلوب بخرسانات وبتاع طبعا ده شكل الكلاب هاوس حاليا. لا هو ما كانش كده خالص لا خالص نهائي ولا حاجه كانت كده خالص. معلش انا اسف يا جماعه ان انا بتكلم على ان انا يعني انا راجل اسكندراني فعشت في نادي سموحه شويه برضو. اتفضل يا فندم. فطبعا النادي تحول الى حاجه جميله ورائعه وبديعه وحاجه شيك جدا وبقى في امكانيات عملاقه من حيث الملاعب والجناين والامكانيات والصالات المغطاه والامكانيات الكبيره بقى في حاجه ضخمه جدا 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 وعمل جبار جبار وعمل دؤوب جدا وارتفعت ميزانيته طبعا الى ارقام فلكيه وارقام قياسيه وعدد الالعاب زاد. احنا اكبر نادي في مصر احنا عندنا 40 لعبه